استشهد بعد ظهر اليوم المستشار هشام بركات النائب العام جراء تعرضه لحادث تفجير إرهابي في وقت سابق من اليوم. عشية الذكرى الثانية لتظاهرات 30 يونيو، تستيقظ القاهرة على دوي انفجار شديد أودى بحياة هشام بركات النائب العام المصري. كانت الصبح كانت الساعة 10:15، كان طالعين العربيات. الله الله أكبر ولله الحمد. يورونا بقى هيحتفلوا بكرة ازاي ب 30 ثانية بتاعتهم. بس دي عملية مش سهلة ومعقدة جدا يا شيخ عمر. استهداف النائب العام والنيل منه في عقر دارهم شيء مش هين ابدا. انا اكتر حاجة عجباني هي التوقيت بصراحة. لازم نحول 30 يونيو لتاريخ مصر كلها بتخاف منه وبتتمنى ان هو ما يجيش. لازم التاريخ ده يبقى مرتبط بالنسبة لهم بالخوف والرهبة عشان يندموا على اللي عملوه في اليوم ده. مش ينزلوا يرقصوا ويحتفلوا بالشوارع كأنهم ما عملوش حاجة. هيحصل. انتهت حياة النائب العام. أكثر من 100 مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية لم قتلوا خلال هجمات منسقة شنت على عدة حواجز للتفتيش تابعة للجيش المصري في مدينة الشيخ زويد شمالية سيناء. لكنها المرة الأولى التي يتكبد فيها التنظيم خسارة بهذا الحجم في صفوف مسلحيه، حيث قتل أكثر من 100 منهم من بينهم قياديون. ماشي يا شام.